السلام عليكم، شلونكم اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جاي نكمل المحاضره السادسه من محاضرات الروماتولوجي. هاي المحاضره تحكي لنا عن الاوستيو ارثرايتس اللي هو السوفان. الاوستيو ارثرايتس هو الموست كومن فورم اوف ارثرايتس. زين اوف ارثرايتس زين، شنو الكاركترستيك فيتشرز مالته بشكل عام؟ انه هو شيء يصير كباثوفيزيولوجي، انه يصير فوكال لوس اوف ارتيكولار كارتليج اللي هو يسمونه كارتليج ايروشن، وسبكوندرال اوستيوسكلروسيس اللي هو راح نشوفها حسب الاكس راي، والاوستيوفايت اللي هو شنو؟ بون بروليفريشن يصير، يعني ريموديلنج عالي. زين، والانفلاميشن كان اكر بات از نوت برومينانت فيتشر. لذلك هو هذا الاوستيو ارثرايتس، هذا الاو اي، يعني شوف صفاته، انه يعني طبيعة الألم مالته، صفات الألم مالته شو تكون؟ تكون ميكانيكال بين، يعني يكون ميكانيكال بين، يعني أخذ صفات الميكانيكال بين، بينما هو يندمجونه ويا سالفة إنه ويا المجموعات شنو الإنفلاماتوري جوينت ديزيز. زين، لكن يعني هو يصنفونه كإنفلاماتوري. زين، بس هي يسلك سلوك شنو؟ الميكانيكال. زين، وهذا هنا شو يصير؟ يصير الكارتلج هذا يصير بي إروشن، شوف يتأكل الكارتلج، بينما البون شو يصير بي؟ يصير بي بروليفريشن. فالبروليفريشن اللي يصير بالبون هنا بنهايات العظام اللي يصير يعني بداخل المفصل شو يسمونها؟ يصير أوستيوفايت، زوائد شوية عظمية صغيرونة يصير. زين، بينما الكارتلج شو يصير بي؟ يصير بي إروشن، كارتلج إروشن، وهي كلش مهمة. زين، لذلك بالأخير هذا الكارتلج يروح، او تحديدا هو غالبا يصير بجهه الميديال، يعني من الميديال مالت الجوينت. زين، فلما يروح هذا الكارتلج بالاخير، زين، راح تتقارب نهايات العظام ويصير النروينج اللي هنا يصير نتيجه الضغط اللي القوي. زين، والنروينج اللي يصير فيصير احتكاك عظم على عظم فيطلع البين مالت الاوستيو ارثرايتس. زين، فلازم نعرفه ما ننسى انه يصير هنا كارتلج ايروشن. زين، الابيديميولوجي اوف اوستيو ارثرايتس هو يزداد ويا العمر. زين، و45% يكونون بال يعني كلك اول بيبل، يعني خصوصا كمل ما زادوا بالعمر 45% من عندهم ممكن يصير عندهم هذا الاي عفوا هذا الاوستيو ارثرايتس، واكثر 25% من عنده يصير بال يعني 45% ني و25% او اي. زين، السيمبتومز مالته هي مور بريفالنت، يعني اكثر شيء تكون بالومن، يعني ما عدا الهيب جوينت يكون ايكوال بيناتهم ما بين الومنز والمان. زين، نوت اول بيشنتس، اقول لك اكو يعني لما تاخذ اكس راي الواحد مثلا ني جوينت هو الموست كمان افكتد جوينت يصير بمن بالاو اي. زين، يقول لك مرات ممكن تاخذ يعني اكس راي الني جوينت الواحد تشوف اكو فد يعني يعني التغيرات. زين، الراديوغرافيك او اي، زين، انه شوف مثلا اوستيوفايت، تشوف هذا النروينج اللي يصير بالجوينت، يعني شوف الاوستيوفايت اللي هي زوائد عظميه هيك، تشوف النروينج اللي ممكن يصير هنا بالجوينت، وتشوف السكلروسيس. زين، بس هو مو سيمبتوماتيك. زين، بس هو مو سيمبتوماتيك، فممكن اكو فد شيء يسمونه راديوغرافيك او اي بس شنو؟ مو سيمبتوماتيك او اي. زين، الايتيولوجي ممكن يكون برايمري وسكندري. البرايمري ما يعرفون الكوز مالته شنو، بينما سكندري اكو عندنا كوزات معينه. مثلا اكو كسكندري كوزز اوف او اي ممكن تجي كاسي. زين، فالسكندري كوزز اوف او اي عندنا ميتابوليك وميكانيكال وتروماتيك وانفلاماتوري. الميتابوليك مثلا الكريستال اسوشيتد ارثرايتس، مثلا اليوريك اسيد كريستالز تتجمع وممكن تصير تريجرز للجوت وللاوستيوارثرايتس وتدمر بالكارتلج. زين، ممكن الكالسيوم، زين، اللي هو بيزيك كالسيوم فوسفيت وغيرها. الهيموكروماتوسيس اللي هو الايرون اللي يجمع بكل البادي ايضا ممكن يجمع بالجوينت ويدمر بالجوينت ويدمر بالكارتلج ويسوي لنا اوستيوارثرايتس. ممكن ويلسون ديزيز اللي هو تجمع الكبر اللي هو النحاس، دي ام اكروميجالي هايبر باراثرويديزم. زين، ايضا كميكانيكال او لوكال اللي هو سليبيد فيمورال ابيفيسز. زين، اللي هو عندنا بالاطفال. زين، الفيمر بنهاياته الفيمر اللي هو يعني النهايه مالته اللي صايره بالني جوينت، الابيفيسز مالته شو يكون؟ تكون ما موجوده. زين، فهذا يكون كونجنتال غالبا. زين، وتكون بالاطفال. بعد شنو؟ البيرثس عفوا ديزيز اللي هو اوستيوكوندرايتس اللي يصير بالهب، وهاي اكثر شيء يصير عند من يصير عند الادولسنس. والكونجنتال ديسلوكيشن ايضا هذا مالت الهب وغالبا بالبيدياتريكس، ويتطور بعدين يعني يعني من لما يكبرون بالعمر يتطور عندهم الاو اي. زين، والهايبر موبيليتي سيندروم والاوستيونكراسيس. يعني بعد كسكندري كوز اللي هو تروماتيك، يعني تير بالاي سي ار مثلا، يعني تير بال
هاي الرباط الصليب مثلا الامامي او الخلفي، فراكتشر خلال داخل جوت الانترا ارتيكولار فراكتشر، وشاركوت جوينز. ممكن انفلاماتري، ممكن الار اي او اي انفلاماتري ارثروباثي ممكن يتطور انه يتحول الى او اي، يعني يسبب لنا او اي زين، وسبتيكولار ارثرايتس ايضا زين. شنو بريدسبوزنج فاكتورز اللي ممكن تؤدي لنا الى او اي؟ مثلا الايج، الجوينت سايت، واوبيزيتي، وجينيتيك، والسكس. الايج يقول لك كل ما زاد العمر يزداد الريسك مالت الاو اي زين. الجوينت سايت اكثر شيء هو يعني شغلات انه ممكن يعني يكون موجود بها مثلا الدي اي بي، هاي بالجنرايز طبعا، هذا الدي اي بي بي اي بي هذول بالجنرايز يسمونه نودل او اي، وهسه راح نعرف عنه وراح ناخذ التايبات او التايبس اوف دي او اي. فالجوينت سايت اللي هم الدي اي بي اللي هو ديستال فالانجيال انتر فالانجيال جوينت زين، البي اي بي اللي هو اللي قبله، والفيرست ميتاكاربو والفيرست كاربو ميتاكاربال جوينت زين، الفاسيت جوينتس ويا فاسيت جوينتس اللي موجودات بالسيرفايكال وباللمبر سباين زين، سيرفايكال واللمبر سباين. فبالاو اي الثوراكس يعني كلش قليل، ساكرا كلش قليل، فهو اكثر شيء سيرفايكال واللمبر سباين افكتد يكون وين؟ بالاو اي زين. والفيرست ميتاتارسو فالانجيال جوينت اللي هو بالتويز جوا، واللي هو الاصبع الكبير، والني والهيب جوينت زين. هذول كلهم ذكرتهم دي اي بي بي اي بي، فيرست فيرست كاربو ميتاكاربو، الفاسيت جوينت بالسيرفايكال لمبر، الفيرست ميتاتارسو فالانجيال، والني والهيب. هذول كلهم اكثر شيء وين يكونون؟ بالبرايمري اللي شنو اللي ما نعرف الكوز مالته شنو. اي شيء يعني اي اوستيوارثرايتس زين خارج هذول خارج هذول الجوينتات اللي ذكرتهم، فهو ممكن يكون سكندري. يعني مثلا اذا كان شفت اني اخذت اشعه الواحد للالبو مال واحد، اخذت لي الالبو مالت اشعه زين، وشفت اكو في التغيرات مال او اي، فهنا انا اقول ان اكو في سكندري كوز مو برايمري كوز هذا الاو اي زين. بعد شنو الاوبيزيتي ممكن ايضا تؤدي لنا الاو اي. ليش؟ مثلا اوبيزيتي وتحديدا اكثر شيء بالني جوينت، انه يصير حمل او وزن كلش عالي يتسلط على هذا الجوينت زين، فيسبب احتكاك يعني يصير ثقل على الجوينت، وكذلك يدمر شنو يتاكل الكارتلج بسبب الوزن العالي نتيجه الضغط زين، فيصير احتكاك بالكارتلج ويروح زين، فيصير الاو اي. بينما يقول لك اكو ممكن بالهاند يصير او اي بسبب الاوبيزيتي، يعني يقول لك الاوبيزيتي ممكن يعني تزود الريسك انه يصير او اي بالهاند اللي هم الدي اي بي وذولا، او الكاربو ميتاكاربال جوينت. ناس يقول لك مو يعني مو ميكانيكال انه ضغط عالي على الهاند من يمشي على ايده مثلا، وانما يقول لك اكو فد سايتوكينز تطلع زين بالاوبيزيتي مثلا في السيستميك كوز زين، وتروح تحديدا تاثر على الهاند وتسوي او اي هناك بها زين. جينيتيك اندرويس اللي هو اكثر شيء يكون بالافريكان افريكان امريكان، يعني دول الافارقه اللي بامريكا هناك زين، الومنز تحديدا زين. السكس اكثر شيء يكون هو يعني بالفيميلز دبل، يعني اكثر من يعني مثلا 2 إلى 1 يعني 2 فيميلز و1 ميل، هاي يعني بريمينابوزل. بينما بوست مينابوزل لا، يكونون تقريبا متساوين زين، متساوين اثنيناتهم زين. الكلينيكال فيتشرز اوف او اي تيبيكال مالت، وطبعا يظهر عند من يظهر هذا الاو اي اكثر شيء عند الاوفر ويت، وتحديدا بالميدل ايج ار الدرلي زين. شنو الكاردينال سيمتوم للاو اي؟ والبين. ليش؟ اللي يصير بسبب يعني راح الكارتليج زين، الكارتليج اللي هنا موجود لهذا الكشن اللي هذا الديسك اللي ما بين العظام راح زين، فراح يصير احتكاك ما بين عظم وعظم فيصير الالم هذا زين. هذا الالم شو يكون صفات مالته؟ يكون انسيدياسلي يعني انسيدياس اونست، يعني يكون شوي يزيد زين، يعني ياخذ له مثلا مانس ييرز انترمتنت، ويكون بعد شنو يزداد ويا الاكتيفيتي والويت بيرنج، يعني الوزن اللي هو وريليفد باي ريست، يزداد ويا الاكتيفيتي ريليفد باي ريست، هو يعتبر ارثرايتس يعني التهاب. بينما جاي يعني الالم مالته صفات ميكانيكال، بين اللي هو اللي انه ريليفد بالبريست ويزداد بالاكتيفيتي، هذا الميكانيكال. بينما الانفلاماتوري لا، بالعكس، بالاكتيفيتي يقل بالبريست يزداد زين. فهو يعني يسلك سلوك ساعة انفلاماتوري ساعة ميكانيكال زين، بس صفات الالم مالته شو يكون صفات ميكانيكال بين. وايضا ممكن يكون بمورنينج ستيفنس، وهذا المورنينج ستيفنس يتاخر يعني اقل من 30 دقيقه، انه الجوينت مات يكون متصلب او ما يقدر يفتحه بسهوله زين، وهذا يستمر الاقل من 30 دقيقه يكون مورنينج زين. ريست
or night pain يعني البين اللي يجي بالرأس وبالنايت هذا ممكن يكون إشارة إلى أنه هذا severe involvement يعني صاير كلش destruction بالcartilage وصاير osteophyte هواي يعني باني هواي proliferation صاير بالعظم بنهايات عفوا بالداخل الجوينت زين. البين is however not always present. وقلنا إحنا البين يعني قلنا ممكن أكو radiographic features of OA بس شنو مو symptomatic يعني ماكو بين وياها زين. والمورنك ستيفنس قلنا اللي هو غالبا يتأخر إلى أقل من 30 دقيقة وأيضا هذه من صفات الميكانيكال إنه الميكانيكال بين الستيفنس مالته المورنك ستيفنس مالته يكون أقل من 30 دقيقة على عكس الإنفلاماتري يكون أكثر زين. كلينيكال ساينس للـ OA عندنا restricted movement زين ليش تقلل الموفمنت بسبب وجود الاوستيوفايز او مثلا الكابسولار ثيكن واكثر شيء اللي هو الاوستيوفايت احنا عندنا وين هاي بالاكس راي زين اللي هي سنه مو كلش واضحه ها هاي هسه اوستيوفايت بس اذا كانت كلش هواي هاي الاوستيوفايت يعني كبيره اكبر بعد هنا راح شنو راح يعني يصير مثل اللوكينج يعني مثل تقفل الجوينت زين فيصير ريستريكتنج بالموفمنت يعني تقلل الموفمنت او المدى مال الموفمنت يقل زين. وكذلك انه راح تكون فد مهيجه للالم هاي الحركه يعني مثل يعني راح يصير هيك حواف مالته وهنا يعني السوفت تيشو اللي هنا فممكن يصير الروتنت الى فبسبب البين وبسبب اللوكينج اللي راح يسوي الاوستيوفايت فراح يكون راح تقل الحركه راح تقل الحركه يصير ريستركتد موفمنت زين. بالببل كورسكريبيتس وممكن يقول لك مرات يكون اوديبل فهسه يعني لما تيجي بالاكزامينيشن بالبالببل يعني باللي يسمونها بالفيل احنا عندنا بالروماتولوجي بالاكزامينيشن لوك فيل موف فبالفيل لما تخلي ايدك على الجوينت مثلا على الني جوينت وتسوي باسيف فليكشن واكستنشن للني جوينت راح تحس جوا ايدك اكو فديك ريبيتيشن كورس كريبيتيشن وهذا اذا كان كلش يعني سيفير فممكن يكون اوديبل زين. بونس وان حوالي المارجز مالت الجوينت وديفورميتي وغالبا هاي الديفورم تكون فارس ديفورميتي اللي هي كها تكون الني مثلا اذا كانت بالني مفتوحه لي برا زين وهاي الفارس هاي الديفورميتي غالبا تكون سبب وشنو ونتيجة سبب ونتيجة سبب انه بسبب هذا الضغط يعني اذا ممكن هو يكون اصلا عنده بطريقة المشي مالته وهو عنده شيء يكون تكون الني مالته هيش لي برا طالعة زين يعني اللي هو هذا الشكل اللي هو يسمونه فيروس ديفورميتي وهاي الفيروس ديفورميتي راح يكون راح يزود الضغط هنا على الميديال سايد زين على الميديال سايد يعني مو على اللاترال اللاترال هنا غالبا بالفيروس اللاترال شيء يكون نورمال يعني الكارتج بهاي الجهة فيكون الافكتد سايد بسبب الضغط العالي هنا على الميديال فراح يكون راح يكون ديستركشن اللي صاير بالكارتج يصير فقط بجهة الميديال لذلك اغلبهم يكون شنو هذول الفيروس الالم مالتهم بالتحديد يصير بهاي الجهة زين فهو سبب ليش لان راح يزود لنا الضغط على الميديال وهو نتيجه علما لان لما يصير ديستركشن بالكارتلج هذا فراح يصير فراغ هنا زين فراح يتقارب العظام اكثر فايضا هو يصير يعني السيفيريتي مالته تزداد بسبب يعني كنتيجه للاو اي زين وهو ايضا يسبب الاو اي يعني يسبب الاو اي اكثر ليش راح يزود الضغط هنا على الميديال سايد هذا الفيروس ديفورميتي زين. بعد شنو ممكن يصير مصل وستينج ليش هذا المصل وستينج انه صراحه يصير ديسيوزنج لل يعني للجوينت هذا وللمصلس اللي موجوده هنا يعني يقول لك اذا انا امشي بين كلش قوي فيقلل الحركه مال التوشيف راح يصير وستينج وويكنس ايضا تندرنس بالجوينت هذا وساينوفايتس هاي يقول لك ممكن يكون مايلد وابسنت زين. التايبس اوف او اي عندنا اربع تايبس اللي هو جنرالايز نودال او اي يطق اكثر من مفصل اكثر من مكان وعندنا الني او اي يعني فقط ني وعندنا الهيب او اي وعندنا يسمونه سباينال او اي. الجنرالايز نودال او اي الكاركترستكس مالته اللي هم يكون شنو بولي ارتكولار اكثر من مفصل اكثر شيء يكون بولي ارتكولار فينجر انترفرنجال جوينت اللي هم وين اللي الدي اي بي البي اي بي زين ايضا ممكن الكاربو ميتا كاربال جوينت تحديدا فيرس زين. بعد شيء يكون نوتس موجوده به هو نودل فموجوده به نوتس وهذول النوتس شنو هم قلنا شنو هو بولي ارتكولار فينجر انترفرنجال اكثر شيء وين بولي ارتكولار يعني هذول كلهم وانترفرنجال اللي هم بالفينجرز ايضا قلنا شنو موجوده بي نوتس والنوتس هنا عندنا اثنين يا اما هيبردن والبوكارز الهيبردن يصير بالديستول اللي هو بالدي اي بي والبوكارد يصير بالبي اي بي زين فالنود اللي تطلع هنا زين ايش يسمونه الهيبردن اللي هي بالدي اي بي بالاو اي بالانترفرنجال اللي هو عفوا الجنرالز نودال او اي
اللي هما بالدي اي بي، النود الموجود بالدي اي بي شو يسمونه؟ يسمونه هيبردن، بينما بالبي اي بي بالبروكسيمال انترفرنجل جو شو يسمونه؟ يسمونه بوكارز. زين بعد شنو يكون اكثر شيء بالفيميلز؟ هذا جنرالز نودل وميدل ايج، تحديدا في الميدل ايج فيميلز، وجود فانكشنال اوت كم اور فور هاندز، يعني هنا يعني الفانكشن تقريبا تكون تمام. هو بريدس بوزيشن تو اي اذر جوينت، وهنا ممكن يدينا ممكن يعني مو فقط هنا، ممكن جوينت ثانيه مثلا ني، ممكن الهيب وغيرها، هو اكثر شيء ني. زين وهذا اكثر شيء يكون جينيتيك بريدس بوزيشن. زين عندنا هذا قلنا اخذنا الجنرالايز نودل او اي، عندنا ني او اي، هذا يكون باثنين، ممكن باتيلو فيمورال، ممكن ميدل تيبيو فيمورال، يعني يا اما يطق فقط الباتيلا والفيمر، يعني الجوينت ما بين الباتيلا والفيمر، ممكن يطق لا التيبيا والفيمر، الجوينت اللي ما بين التيبيا والفيمر. زين ممكن اثنيناتهم، هذا غالبا الني او اي ممكن يكون يونيلاترال، ممكن يكون بايلاترال، يعني ممكن يكون بس بهذه الجهه، ممكن اثنيناتهم. زين ممكن ايزوليتد انه فقط ني او اي، زين ممكن لا انه جزء من الجنرالايز نودل او اي، يعني مو قلنا اكو جنرالايز نودل او اي اللي هو يصيب اكثر من مفصل، فهذا اني ممكن يجي لوحده فقط هو افكتد، ممكن لا جزء من يعني المفاصل الثانيه اللي مصابه بالاو اي اللي نوعه جنرالايز نودل. زين البين هذا يكون غالبا لوكالايزد بالني، زين بالني او اي، وانتيرير تو اور ميديال اسبكت اوف ذا، يعني وين؟ يعني هنا غالبا تكون الالم مالت الني او اي. زين زين اذا لقينا اكو فد بوستيرر ني بين، يعني بالبو ليتيال فوس هنا، فهنا اكو فد شيء يعني من البرزنتيشن مالت مالت الاو اي ني او اي، شو يسمونه؟ يسمونه السيست، انه يصير يصير سيست يسمونه اللي هو السب كوندرال سيست. هذا السب كوندرال سيست ده صاير بالني جوينت وتحديدا بال بوستيرير للني جوينت، شو يسمونه؟ يسمونه بيكر سيست اللي هو البوبليتيال سيست. هذا اذا رابتشرد راح يصير الالم كلش قوي. زين بالاكزامن ايش راح يشوف البيشنت اللي عنده ني او اي؟ راح يكون يعني الجيت مالته انتالجيك، انتالجيك جيت، يعني مثلا اذا عنده الم بهاي الجهه اكثر شيء، فراح شو يسوي؟ راح يتلافى انه يضغط على هاي الجهه هواي لما يمشي، فايش يصير؟ يصير المشي مالته يعني تحسه انه جاي يضغط على هاي اكثر شيء وهاي قليل، بحيث لما يخطي خطوه، احنا مو نخطي خطوه نشيل رجل ورجل ثانيه ثابته، فهو بالرجل النورمال يعني اللي لما يثبت النورمال اللي ما بيها شيء اللي الألمها قليل راح يكون طبيعي يعني يعبر هاي، بينما لما يجي الدور انه يثبت الهاي الافكتد راح بسرعه يعبر هاي، يحاول انه ينقل الحركه ويحر يعني يحاول انه ينقل الثبات مال جسمه عليه من على الجهه الثانيه اللي هي النورمال. زين فاحنا يعني تخيلوها انه انت اذا عندك الم مثلا برجلك اليمنى شلون مشيتك راح تكون اذا كانت اليسرى ما بيها شيء، فراح تحاول انه شنو تتلافى انه تضغط الفتره طويله على الجهه اليمنى. زين اللي يعني هاي بهالبساطه هاي. بعد شنو ممكن ايضا قلنا الويكنس يصير بالمصل والويستنج اللي هو بسبب ديسيوزنج، يعني تقلل الاستخدام او الحركه مالتها. زين ايضا اذا كان اكو فد كريستالز ديبوزيشن اللي هو السي بي بي دي اللي هو كالسيوم بايروفوسفيت ديهايدريت، هاي اذا كان كريستالز هاي اذا كان ديبوزيشن بالجوينت راح ممكن يصير الني يكون ويذ مور برومينت انفلاميشن. زين وهذا شكل الني جوينت يعني او اي. زين يكون مصل ويستنج، هذا قلنا هسه هنا اكو فد شويه بين، اكو هو الفارس ديفورميتي اللي ريسك فاكتور ونتيجه ايضا تعتبر. زين النوع الثالث من الاو اي اللي هو الهيب او اي، وهذا بيه نوعين سوبيريور تايب وسنترال اللي هو الميديال تايب. السوبيريور تايب يكون غالبا يونيلاترال، زين والنوبي بروجريس الى سوبيرولاترال مايجريشن اوف ذا فيمورال هيد، يعني الفيمورال هيد يطلع لي فوق يصعد. زين وهذا يكون ويا بور بروجنوسيس، بينما سنترال اللي هو الميديال تايب اوف هيب او اي هذا غالبا يكون اكثر شيء بالفيميلز ويكون بايلاترال. زين وهنا يكون ممكن اسوشيتد ويا جنرالايز نودل او اي، يعني يجي كجزء اكثر شيء يعني بالهيب او اي، السنترال ميدل هو اكثر شيء يجي ويا الجنرالايز نودل او اي. زين والبروجنوسيس مالته شويه بيتر احسن. زين البين مالته يكون ديب ان انتيرير جروين، زين اللي هو منطقه الجروين، زين ديب وانتيريرلي، مو كراديتد تو ذا بوتوكس وانتيرو لاترال ثاي حسب يعني الهاي راديشن هاي المنطقه. زين اذا كان اكو فد لاترال هيب بين، يعني احنا
اللاترال اسبكت مالت الهيب اذا كان اكو بين، وهذا البين اذا يزيد ويا يعني اللاين، يعني لما تتمدد على جهه الجريتر تروكانتر يعني على الجانب تنام، لما يزيد هذا الالم باللاترال هيبين ممكن هنا يكون اكو في السكندري تروكانتريك بيرسايتس ويا الاو اي اللي هو اكو عندنا بيرس اللي هي يعني مثل الامخاد مثل الاكياس المائيه الموجوده داير ما داير المفاصل الكبار تحديدا. وعندنا تروكانتريك اللي هي يعني فد بروز يكون بالهيد اوف ذا هيومرا اوف ذا عفوا فيمر. زين فهاي التروكانتيك بيرس اذا صار بها انفلاميشن يسمونه تروكانتيك بيرسايتس. ف باللاترال لاينج اللي من واحد عفوا باللاترال يعني الاوفر جريتر تروكانتر لما تنام على الجانب راح يصير عندك الم كلش قوي باللاترال هيب، يعني باللاترال هيب. زين بعد شو الاكزامينيشن راح يكون ايضا بالهيبوي ايضا التالجيك جيت قلنا، ويصير ريستريكشن اول شيء يعني افكتد موفمنت. زين بالهيب او اي يسمونها الانترنال اللي هي الانترنال روتيشن، هي ايرليست اند موست سنسيتيف ساين اوف هيب او اي. زين ايضا انه بالوراها تجي الموفمنتس الباقيه. زين ايضا ممكن يصير شورتنينج بال اللي يسمونه ابسيلاترال ليج شورتنينج ديو تو فيمورال هيد مايجريشن. احنا قلنا بالسوبيرير تايب مالت او الهيب او اي راح يصير ممكن مايجريشن سوبيرولاترال مايجريشن للهيد مالت الفيمر. فلما يصير السوبيرو ميديا مايجريشن انه يطلع الهيد لي فوق، فهنا راح يصير ممكن شورتنينج بالافكتد سايد يعني كليك. زين يقول لك ايضا الاوبيزيتي هي مو ميجر ريسك فاكتور للهيب او اي، بس اذا كانت موجوده فراح يصير البروجريشن كلش عالي مالت الاو اي. زين عندنا نوع رابع من الاو اي اللي هو يسمونه سباين او اي. سباين او اي انه يطلع يعني يصيب لنا الفيرتبري. زين اكثر منطقتين هم المنطقتين اكثر شيء الوحيدات اللي زين اللي بالاو اي اللي هم اللمبر والسيرفايكال، وكل واحدة تنصاب راح تقلل الموفمنت مالتها، راح ممكن يصير راديكولار بين اذا مثلا بالسيرفايكال او اي. طبعا هو اذا كان بالسباين يسمونه سبوندلوسيس، الاو اي يسمونه سبوندلوسيس بالسباين. زين وقلنا احنا اللمبر اكثر شيء وسيرفايكال، والالم مالتها غالبا هو طبعا بين نفس المكان يعني الافكتد مثلا بالني عفوا بالنك. زين منطقه السيرفايكال او باللمبر، وياها ممكن يكون رادييتد هذا البين اذا كان بالسيرفايكال فرادييتد للارم زين للهاند. زين اذا كان باللمبر ممكن رادييتد للبوتوكس والليج. بسبب هاي شنو يعني الاوستيوفايت ممكن او الانفلاماتوري بروسيس اللي ممكن تصير حتى لو كانت مايلد ممكن تضغط عليها ما تضغط على النيرف روت. زين بعد شنو البين ممكن ريليف باي رايز قلنا حاله حال يعني اي او اي، والاكزامينيشن ممكن يشوفنا وراح يخلينا نلقي بي الليميتيشن اوف موفمنت اوف موفمنت ولوس اوف لمبر لوردوسز. زين الانفستيجيشنز اللي اسويها بالاو اي اهم شيء عندنا اللي هو الاكس راي. زين اللي هو الاكس راي هذا المهم. زين شو اشوفون بالاكس راي؟ شنو الاكس راي او راديوغرافيك فيتشرز اوف او اي؟ هاي ممكن تجي ك اسي زين كلش مهمه. اول شيء شوفان اوستيوفايت. زين اوستيوفايت شنو هي؟ اللي بون بروليفريشن ات جوينت مارجن، يعني البون هذا زين اللي بالجوينت راح يصير بيه بروليفريشن، راح يصير بيه بروليفريشن، وهاي الاوستيوفايت. زين هاي يعني النتوء هذا التوى طالع. بعد شنو هنا مثلا هسه اوستيوفايت كلش واضحه، هذا بالسبوندل هذا سيرفايكال او اي يسمونه سيرفايكال سبوندلوسيس. زين هاي زيادات شوي نتوءات عظميه تطلع جديده، فهاي يسمونه اوستيوفايت اللي هو بون بروليفريشن ات جوينت مارجنز. بعد شنو كارتلج؟ احنا راح مو قلنا راح يصير كارتلج اروشن راح يتاكل الكارتلج، فلما يروح الكارتلج راح يتقارب من العظمين، فراح يصير جوينت سبيس ناروينج. بعد شو يصير؟ راح يصير سب كوندرال بوني سكلروسيس. وانا هذا انه الدنسيتي او اليوسنسي مالت يعني بالاكس راي راح تشوف نهايات العظام راح تكون كلش واضحه كخطوط بيضة. هاي شوف هسه هذا خط واضح كلش ابيض، انا نساموكم بس هذا كلش واضح ابيض، هذا هنا خط واضح كلش ابيض، هنا هسه هذا السيرفايكال سبوندلوسيس هذا خط واضح كلش ابيض بنهايات الفيرتبري، هذا شيء يسمونه سب كوندرال سكلروسيس، وهاي الزيادات وهاي النتوءات العظميه شيء يسمونها اوستيوفايت. زين وايضا يصير كارتليج اروشن بالكارتليج اروشن، وهذا الكارتليج اروشن تحديدا بالبرايمري او اي اللي قلنا شنو اللي ما نعرف الكوز مالته. بعد بالراديوغرافيك فيتشرز مالت الاو اي نشوف سب كوندرال سيست، وهذا مو دائما نشوفه بس يعني بس ممكن يكون موجود، واكثر شيء يكون موجود اذا اجى فاكثر شيء يكون موجود بالني يعني او اي. زين وايضا ممكن نشوف فيتشرز مالت اندرلاين كوز مثلا ديسبلاجيا افاسكولار نكروسيس مالتيبل سيست كوندرال كارسينوسيس.
زين هاي بما بالكوندروكاسون نازل بالهيموكرومات وزين زين وقلنا هاي الاكس راي يعني تشينز اللي يصير بالاو اي هذا سب كوندرو سكلروسيس هذا الجوينت ناروينج زين اكو فد ناروينج بالجوينت هنا يعني الجوينت سبيس ناروينج زين نورمال يعني يكون على الاقل هالقد مسافه زين او اقل شويه يعني مو هالقد يعني هنا وكانه ماكو فد شيء كارتليج يعني الكارتليج ما راح يبين بالاكس راي لذلك نورمال اذا كان موجود الكارتليج اللي ما راح يبين بالاكس راي راح ياخذ يعني راح يكون دافع العظم اللي فوق هذا اللي جوه في راح نشوف يعني السبيس النورمال اللي يكون شويه وايد زين بينما لما يروح الكارتليج زين فراح يتقارب بين العظمين فراح يكون راح يكون واضح كلش ال عفوا راح يكون واضح كلش النارونج هنا بعد شنو قلنا هاي السبكوندرال سكلروسيس زين وهاي الاوستيوفايس وهذا سكلروسيس نفسه ايضا زين بعد شنو ممكن بالروتين بايوكيمست راح يكون غالبا نورمال كلهم سينوفيل فلويد اسبيريشن لما نسوي غالبا يكون فيزيكاس يعني نورمال هو الفيسكوسيتي مالت لو سيل كاونت بس اذا كان اكو فد انفلاماتوري فلويد لما اسحب اسبيريشن يعني السينوفيل فلويد ولقيت فد انفلاماتوري فلويد اللي هو تيربد وهيجي فهنا ممكن وزياده بالوايت بي سي بي فهنا ممكن يكون اكو فد سبتيك ارثرايتس موجود ايضا او كريستالين ارثروباثي زين اذا جانا واحد يونغ زين وعنده او اي والاو اي هذا انكسبلين يعني ماكو اي سكندري كوز فهنا لازم انا اسوي انفستيجيشن ثاني على مود اشوف يعني عفوا اذا ما كان يعني لازم اعرف شنو السكندري كوز اللي سبب لنا هذا زين المانجمنت مالتي يكون نون فارماكولوجيكال فارماكولوجيكال وسيرجيكال النون فارماكولوجيكال عفوا اللي هو الادوكيشن سايكولوجيكال سبورت والاهم شيء اهم شيء اللي هو الويت ريدكشن تحديدا بسوالف الهيب وال والني جوينت او اي هذول لازم ويت ريدكشن اقلل الوزن مالتهم بعد شنو اورثوسيس اللي هم هذول المساني البريس الكين مثلا المساني وهي السوالف العكازات وشي زين فارماكولوجيكال اذا كان مايلد بين فالباراسيتامول راح يفيده زين وهذا اكثر قلنا وين فقط المايلد اذا ما فاده بنحول على الانسيد وطبعا مع البريكوشنز مالتنا او الكوشنز مالتنا اللي هو انه اذا كان عندك مثلا جاستريك ألسر او فتشي زين لازم اكون حذر وياه ممكن ايضا اذا ما فادت الانسيد احول على الاوبيوت على الدولوكسيتين عشان الامتريبتلين وغيرهم والجابابنتين هذا هو اكثر هو ينطون هذا الجابابنتين اللي هو يكون نيور يعني يكون ريلاكسنت للنيرف زين يقلل الروتيشن مالت البين بهذا الجوينت عفوا الروتيشن مالت النيرف بهذا الجوينت على مود يقلل البين والفيسيوثيرابي هاي كفارماكولوجيكال زين كسيرجيكال اللي هو الاريثروبلاستي انه ابدل المفصل وهذا اكثر شيء وين بالهب والني جوينت او اي فايش اسوي اسوي الاريثروبلاستي وفضل قضيه زين فتصير ركبته حديديه زين لحد هنا تنتهي هاي المحاضره ان شاء الله تكون واضحه شكرا في امان الله.